اوه ماي جاد، اني اوسي المسكين، بيتي متفجر. ليش؟ يلا يلا ادخل ادخل بيتي متفجر. لا يب لا، طب جوا يب البلوك اوت. شباب توني دخلت للسيرفر واخر مره لقيت نفسي شنو هاي، تفجر المخزن السري. لا لا شباب ايش صاير؟ اوكي لحظه 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 لحظه. اوه ماي جاد، ما كل شيء ما صار، كل شيء ما صار. والله حسبالي المكان مالتي اتفجر. الله يستر. شباب احمد جيمز شنو يريد من عندي يا اخوان؟ امانه خلينا نروح نشيك. يقول لازم تجي حالا فورا حالا. هاي شنو مجمعين العيال هنا؟ خلينا نروح نشيك ونشوف. اوكي ما ادري امانه شنو يريد من عندي. كله موجود، مرتضى موجود، كرتونه موجود، احمد جيمز موجود، هاي كلها متواجده اليوم. الجاي يصير ما ادري، اني للطره ممنوعه نهائيا لان حرفيا خطر علينا امانه شباب. اوكي خلينا نروح نشوف ايش بيه هذا احمد قيمز، شنو يريد شنو ما يريد. اهلا وسهلا امير سلاو. اسمع عدك، اسمع اسمع عدك نذر رايت. ليش تسال عن نذر رايت اخي؟ اي لو لا لا ما عندي ولا حبه والله ولا حبه، كل خلصتنا على مود اسوي دروع وسيف واكس وبس. حتى بكاكس بعد الدايمود عندي رسميا. نو واي، يعني السيرفر كله فقير لهالدرجه يا اخو؟ والله خطر. ايه خطر، هاي الايام حروب حروب. كرتونه ايش مسوي لي ببيتي؟ كرتونه كرتونه. انا مو قلت لك خذ كراتينك وروح اخي؟ انا جاي من امير. اوكي يلا يلا، الله وياك احمد جيمز، الله وياك. تظاهر ما تريدون تستفادون. ايش احسن لك احمد؟ لا تظاهر انتم ما تريدون تستفادون. مو دا اقول لك اعطيك دروع بس انت ما تريد. لا لا مطورة حالاته بروتكشن اي في. هاي كرتونة ايش صاير يا اخي؟ ايش سويت؟ سويت لي ببيتي؟ شنو هاي التهديدات؟ ايش صاير؟ يا اخي شوف منطقتي، روح شوف منطقتي صار بيها. يب شفتها شفتها، رحت متفجرة بس ما ادري اكو واحد. هسه هسه شوف هسه شنو جديد؟ تعال تعال لحظة 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 تعال. يا اخي شو اسمه، انا سمعت اخبار انه ليموت يودع الملاعب هاي بعد. اي هاي ليموت سلم لي بعد هارد كور صار سيرفر يعني حتى ما ينقص من قلب بوند قبل. اي فلذلك ممنوع الالترا حرفيا يا اخي، خطر. لا عادي انا استخدمه يا اخي. شو استخدمه؟ انا انت محترف اني نوب بالالترا حرفيا، متت اكثر من مرتين، مالي خلق اموت ثالث مره بالالترا. طيب ايش صاير؟ اي على طول حرفيا. ايش صاير جديد يا اخي اكثر من اللي صاير لك هسه؟ يا اخي اي منطقتي ممسوحه مسح هاي خلاص. من مسح لك اياها؟ اوسي اوسي نبذها براسك. اي قل له يا اخي اي مشكله كبيره صغيره من اللي سواها امير؟ يا اخي ذابها براسك، انا ما ادري ورا التصوير التعليقات كلها اوسي اوسي افجر بيتك اوسي هو سواها هيك. ولي شوف 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 يب شفت هذا، شفته جاي هنا وشفت هذا. اكو شيء ثاني باوع شكو بعد بعد جديد هسه دخلت. شوف المنطقه خربانه كلها. تعال شوف ال بلا شوف 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 الطاحونه وشوف البصفه الحظيره. لا راحت عليك كرتونه، راحت عليك ابو الكراتين. انصحك راح اسوي لك مكان سري يا اخي، هذا الحل الوحيد. هو راح اسوي مكان سري؟ مستحيل يا اخي مستحيل. وهسه همين صاير حرب السيرفر تدربي، صاير حرب. تعال تعال نام احسن هسه ما يرسبنونا وحوش. خلنا نام خلنا نام يلا يلا. والله مشكله يا كرتونه هاي، ما ادري الصراحه. الله يستر من الايام الجايه شنو راح يصير. اي أيوة والله الله يستر من الايام الجايه. والمشكله شفت ايش كاتب احد يعني مدير السيرفر، احد الاونريه مال السيرفر؟ صد يسمح التفجير، يسمح التخريب، يسمح اي شيء يعني عادي. انا هسه جلدك قلت لك عادي طبيعي ولا حد يحاكين. يب يب اي عادي عادي، اصلا اذا فجر المنطقه والتحالف ممنوع. تخيل يعني هسه انت مو يمي، اذا انطيك جولدن ابل ممنوع. لا صدق؟ ايه ايه تحالف ممنوع، يعني ما يصير اعطيك اي شيء او اساعدك بشيء او هاي ممنوع. يعني لا مسموح تساعدني، لا مسموح تنطيني حتى حبة دايموند. هون ماكو احمد ماكو جيمز يريد ينصب علي قبل شوي، يريد يطردني من السيرفر. ايه ايه انا همينه انا همينه. تدري جاني شي يقول لي؟ شي يقول لك؟ يقول لي اذا تعطيني نذر رايت اخلي قناتك بالوصف. انا ودي بندني بالضبط انه فد واحد هذا احمد جيمز. ايه يريد يبندني من السيرفر. اسمع قلت له لا وارد اوني كرتونه لازم نتفق عليه نسوي له فد شيء. يا اخي ما يصير المشكله، ما يصير نتفق. والله يا شباب هاي مشكله، شفتوا يعني الوضع بالسيرفر شلون صاير خطير. فاعتقد يا كرتونه هاي اعتقد اخر ايام النا يعني حرفيا. راح اشتاق لك حبيبي كرتونه والله العظيم. شوف شوف ازيدك من الشعر بيت. شوف دول قبل صعدتهم وقوا هاي بقى شو مسوين. شوف شوف التخريب بقى، شوف التي ان تي. والله العظيم مشكلة، والمشكلة ممنوع تحاجج يعني
ممنوع تقول لي يا شباب. ممنوع. ايه يعني تاكل وتسكت هاي غصبا عليك، تبلع وبيتك يتفجر وانت ساكت حبيبي، ما تقدر تسوي اي شيء رسميا يعني. فانا اليوم بهذا المقطع راح اسوي فخ الاوسي. اخبار حصريه، لان هو خرب منطقتي. هو خرب منطقتي، فبهذا المقطع راح ينزل اسوي فخ الاوسي. تصدق اني امنا لازم اسوي له فخ، لانه ذاب براسي يا اخي. ايش سويت انا؟ مشكله كلك عادي، نقدر اثنيناتنا نسوي له فخ ويموت ونخلص منه. يا اخي خلي نشوف هذا احمد جيمز شيري، دريد بعد ينصب عليك لو شنو السالفه. خلي يلا امشي، خلينا نشوف شيري. حطير بالنترا. لا طير خلينا نشوف شيري. عادي طير يا اخي، انا نسيت بالانترشيس. عندك صرف؟ تعال خلني رسلاوي ومرتضى شوي من رخصتكم، عندي موضوع خاص يا جدا. يا اخي يا موضوع خاص، انت تريد تورطنا؟ تريد نعطيك فلوس؟ نعطيك نذر رايد؟ حتى تريد تبندنا من السيرفر؟ لا لا لا. الو كاكاو. هلا الو، هذا احمد جيمز يريد يورطنا، يريد يبندنا من السيرفر هذا. ليش؟ يقول لي يريد نذر رايد، يريد ينصب علي، ينطيني نذر رايد وبعدين يصير تحالف ويكبش علي، يلزم علي هاي اللزمه ويطردني، يريد يورطني. هو شوفوا هسه بعدها بعد الشباب مو واصل للتبليغ. اوكي ما يدخلون الشباب كلهم بعدين. يلا الله يستر يا اخي، والله العظيم الله يستر. ايش راح يصير بالسيرفر؟ راح يصير تضربني بالاكس تقتلني؟ ترى للمعلوميه يا شباب، عادي مرتضى يقتلني ما حد يحاكي من ضمن القوانين هاي، صحيح؟ الله يستر. ايش راح يصير بالبدايه بالنهايه؟ الله يستر. نشوف، واحتمال كل مكان تلقى ورد. الله يسر يا اخي. انا قلت السلار مره، والله خلينا نسوي لنا مكان سري جو القاع، خاف تلاقي تنين جو بيتك ما تدري عليه، مرتضى كل شيء ينزل. الله يستر والله، قلت لنا يتربض اجيب الكاميرا. شباب تخيلوا لاقي تنين يجيب سبون راحت علينا. يب جربت الالعاب وكالعاده، شنو تتوقع؟ اكيد انقطيت يعني، اكيد. ثانك يو مرتضى. لا تفوز فوز فوز. شنو فوز حبيبي؟ ترى خلاص هاي، اوكي راح اجرب مره. هاي قدامك، شوف انت صانع اللعبه وانت هاي لعبتك، وشوف شلون راح انقض. شوف هاي، شوف ما شاء الله. عقب شلون تفوز بها يا اخي؟ هاي لعبتك اكيد راح تفوز بها اكيد. شوف هاي، شوف راحت علي، فما تفيد لعبتك يا اخي، روح صلحها خليها اسهل. شوف انا هسه حاجه العب مره ثانيه ما خصتك يعني. هاي شوف دايموندات يلعب بفلوسي، يلعب بفلوسي مرتضى. ابجي يلا خلي ثلاثة. تمام، شنو ثلاثة؟ يروح انا كلنا ورا بعض. اوكي واحدة واحدة. خلي نشوف حظ مرتضى يا اخي. معقولة يا لعبتك تفوزك يعني؟ شنو؟ اوكي حبت اميرالد. لا وات مس يا ماي جاد. يا شباب لعبته شنو هاي؟ والله خليني اجرب انا. اوكي بفلوس مرتضى، نجرب بفلوس مرتضى شباب، نجرب بفلوس مرتضى. مستحيل يا اخي افوز هاي المره، لان انت لعبتك مبرمجه حبيبي. هاي شفت انت لعبتك مبرمجه. يا ماي جاد، انت تفوز على طول. شوف دايموند اكيد يعني ماكو شك. يا لا قريبه يلا، الخوارزميات اللي سويتها باللعبه يعني مو كل مره يضبطن. اوكي ها يلا قول. تعال حاليا ايدك تختار لون من هذا وتسوي بيت على فلوس معينه. تمام اوكي، يعني حرفين دبل اور نوتك. اذا تخلي 10 مثلا واختاريت لون احمر وفتح الحماتك فوقان 10. اوكي راح اختار اللون الاحمر. انت قلت احمر هاي 7 حبات. اوكي خذن يلا 7 حبات. يلا بسم الله على اللون الاحمر. اوقف تعال دور الزر. بسم الله يا رب لون احمر، يا رب 7 حبات شباب، 7 حبات. اوقف جيب يلا 7 14 حبه. يا قلت لي 10 انطيك فوقان يعني 17. لا اذا خليت 10 ادب لك اياها. اوكي 14 جيب يا اخي، جيب 14. يلا سلام عليكم بعد ما العب. والله الحمد لله وشكر، فزت اول مره في حياتي. انا عبالي كان يعني عادي تقدر تبوق بالسيرفر وهاي، يعني السيرفر حرفيا صار دمار. ايش عبالي غابه صاير. اي عبالي صار غابه، بس طلع لا بعد مو هسه حرامات. اي حتى هاي القوانين مال كل واحد يفجر بيت الثاني وكذا لسه ما طبقت سالفه، قال لي هسه مرتضى فشوي بعدك. عبالي انا تحمست رحت بقيت المحل مال ابرا كبر على جولدن ابل. تريد نطيق اسعاد تعادي التحالف هسه لسه ما طبق القانون. يلا خذ 10 حبات الاوسي، لان الاوسي فجر منطقتي كلها.
تريد تسوي فخ الاوسي، تريد تسوي فخ الاوسي والله. شوفوا اكيد حيكون تي ان تي مو صح؟ يبي اكيد تي ان تي وتفجير يعني لازم. هسه التي ان تي بيش بمحل سلار تقريبا ب 15 دايما تضرب 25 اعتقد غالية. اويلي بيش يعني الستاك لس نص الستاك 15. انا انصحك تروح تشتري من محل الجام باودر وتسوي لك رمل تجي ارخص. عندي انا جام باودر شنو؟ اسوي رمل مخلص مخلص كرت يدي. اويلي لا 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 ايش صاير كرتونه؟ ويلي مشتريهن كلهن ما راح تحترق الدنيا بالايام الجايه. خلينا نروح نشيك محل هو راح تحترق الدنيا بالايام الجايه. او ماي جاد شباب يعني سلار كل التي ان تي مالتي كلهن انباعوا فالله يسترنا يا كرتونه. اوه حتى الجم باودر مخلص كرتونه رسميا ما شاء الله يا البيت ما شاء الله يا البيت الاسطوري احمد جيمز جيل ميوت شيل الميوت احمد جيمز ميوت ميوت جاي يسوي ايش مكتوب جيمز هاوس اوه حلو لا حلو لا عادي عادي نفوت عادي عادي نفوت خش يلا افوت باليم لا بابا افوت باليم شيل 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 بشيل بوت شيل بوت شيل بوت دائما دائما علبق علبق على يمنا فوت لي قدام طب لي يا باب شيل بوت شيل بوت تدخل شوف بنسوي ايش وفوت على يمنا شوف شوف باليمنا يلا بسم الله اوكي اشنو هاي دخلت كرتون اشنو بيض صغير جدا امانه ما شاء الله تبارك الله لا حلو لا حلو لا حلو بس ضيق بس تحسك هوايه اماكن تخزين بالبيت يا بضيق شوي تحسه الله خنقه حرفيا لو كان هيك اكثر شساعه البيت بيكون جدا جميل ولكن خنقه يعني صغير شوي احسه انت شنو رايك بكرتونه هو حلو بس مثل رأيه كمان تحسه خنقة شوي اي جدا ضيق يعني امانة ما تقدر حتى تتحرك تعال تعال خلي تعال كم اجلس هنا تعال اجلس تعال كرتونة تعال تفضل فانا ليش ما يسويها مرجوحة لو يسويها مرجوحة احلى يا والله تجي تخبل اشنو طفر روح عبد قيمز شوف شوف هسه مشينا مشينا خلي نروح البيت اوسي اريد اشوف منطقته بالله يلا خلينا نشيك خلينا نشيك يلا خلينا نشيك منطقته ايه فمن يطوف يلقى البيت مفجر يعني يتفجر بيه البيت حلوة 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 بس هو حلوة الفكرة؟ هو قال لي راح افلش هاي الطاحونه بس يلا انت ساعده شوي وفلش عادي انا ساعده اي ساعده ساعده امشي امشي خمس ساعده هسه انت راح تبدا بالعمليه اي هسه راح افلح بجر الطاحونه وبعدين انصب له فخ انا تصدق كرتون انا مالي شغل راح ابقى باوع من بعيد انا امانه انت ابقى باوع ابقى باوع ما اريد امد ايدي حتى ما اريد امد ايدي حتى بعدين اتورط وياك بالتهمه يعني فاهم هاي حتى ما يقولون مسوين تيم او شيء يا باني ما مالي شغل انا جاي باوع فقط يعني هاي باني جاي افجر اليوم ناوي افجر طاب على مود افجر بس فجر هاي طاحونه تشوف شوف ايش راح اخلي تي ان تي على مود اتاكد انه هي تتفجر 100% يلا يلا سوي اللي عجبك حبيبي انا ما له علاقه ولكن قبل لا تفجر قل لي احسن ما تفجر ان تفجر طبعا طبعا بس البولك لتفجرها بالغلط لا لا ماكو ما عندي ولاعه شيل شيله تي ان تي يعني لا اكسر ولا فجر راح اطلع اني احسن لي احسن ما عندي يلا يلا اطلع 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 لين تفجر دير بالك الله يستر ايش راح يصير بطاحونه اوز يا اخوان الله يستر مفرقعات مفرقعات لا تخاف والله فاير وورك هنا انا اليوم يا شباب الله يستر راح تنمسح الطاحونه اوه ماي جاد يلا نبلش يلا بعد كثر لك حب لا ما احكي يعني ما احكي مو حطيت من جوا من الداخل اوكي سوي لي عجبك انا ما احكي انا مالي علاقه انا مو وياك بالتهمه يلا 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 واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة ليتس جو نفجر راحت عليك راحت عليك ابو الاوس راحت عليك بعد فجر فجر هنا بعد ايش افجر حبيبي قلت لك انا ايدي ما مداني حبيبي لفتي لي بعدين لحظة خل افجر هاي هم والله تعب وهاي هم تي ان تي من الداخل هاي تفجر كل شيء راح الغالي راح راح الغالي فجر المكان هاي بعد خلاص جي جي فجرنا هاي طاحونة شوف هسه بيته هو عباله شنو هسه يلقى الطاحونة متفجرة شي عرفت تي ان تي راح بيت اوس راح بيت اوسي باي باي سلم لي سلم لي سلم لي سلم لي يفجر بيتي ها يفجر بيتي ومنطقتي والله عندك مسكين انت تعبان على بيتك كرتونة امانة يعني والله اللي جاي تسويه انا بالنسبة لي جاي شوفه صحيح انا امانة يعني لو كنت بمكانك كنت اسوي اللي انت سويته حرفيا تلا فجر فجر شوف شوف هسه انا سويت
تقريبا فجرت البيت بس مو كله، مو صحيح؟ يا بالعين. الخطة الثانية، الخطة الثانية هسا انصب له فخ. يلا مشي، انا راح ابقى ابوع عيدا للمرة الثالثة. انا كل شيء ما راح اسوي. شوف راح اسوي هنا انا هيك على مود ما يفوت منه، فهمت؟ اوكي على مود مني يفوت منه انا 100% نتاكد من هذا. بس ترى اذا راح يموت راح يتبند اوزي مسكين يعني حرفيا. اي خليه يتبند، يخرب منطقتي كلها. خليه يتبند. واي مسكين اوزي. لا شوف نسوي هيك، هو عده 4 قلوب بس. ثلاثه يا ريت، 4 ثلاثة. لا مو واحد مات من جلتش. اوكي انه هو عنده ثلاثة قلوب. طيب الحين ايش راح تسوي؟ الخطة الثانية؟ انا ايش حسوي؟ يعني اقل الفخ يموته لان السيرفر هارد كور. يب صحيح. هو حبة تي تي خلي له الفخ اول ما يطب. اول ما يطب يبلعه. اوكي على اساس اني اوسي شباب خلي نجرب العملية اللي سواها كرتونة تنجح او لا. يلا اقول اجي من هنا اقول هاي شنو هاي صاير ببيتي، لا تفجر خلي اروح، هاي شنو هاي البيت متفجر خلي ادخل اشيك اشوف شنو السالفة. لا ما ضبطت. لازم بس بعد. هي صارت تكبرها. لازم تكبرها يب، اكو على الاقل 3 بلوكات لان حرفيا راح يفلت يعني اذا تركض. كبرها اللي قدام صحيح؟ كل اللي قدام يب، فما ضبطت اول محاولة. بسم الله الرحمن الرحيم نجرب المحاولة الثانية. اوكي اني اوسي اي شنو صاير بيتي متفجر بيتي متدمر خلي ادخل اشوف شيء شنو موجود جوه. اوكي خلي اشوف. فشل فشل كرتونة الثالثة ثابتة رسميا الثالثة ثابتة الثالثة ثابتة رسميا التجربة الثالثة يلا اي شنو لا بيدي متفجر. اوكي خلي ادخل اشوف شنو السالفة ايش صاير ايش جاي يصير. رسميا ماكو ما ضبط كرتونة. مستحيل هاي مقلبك خربانة، لا ثالثة ثابتة لا ربعة ثابتة. بلا دوس. اوه ماي جاد بلا خير. وقف هسه حصير، هسه 100% حصير. يلا جرب هاي. يلا خلي نجربها لاخر مرة. لا هاي ثابتة خلاص. هاي الثالثة اللي تحكي عليها من قبل. 100% ثابتة صدقني. اوكي اوه ماي جاد اني اوسي المسكين بيتي متفجر ليش؟ يلا ادخل بيتي متفجر. لا لا طب جو البلوكة. والله العظيم مقلب جبار هذا يا كرتوني. اسطوري. الله اسطوري ولا مبينه. فتشي هذا بس نضبط نخفيه يعني مو هيك نحط له هدية. رتبه نحط له هدية جوا. احط له هدية قدامه فيتحمس يطوب قبل يوقع، فهمت؟ سلم لي حبيبي سلم لي اوسي. والله انه مسكين مقهور عليه. نبلش بالفخ الرسمي. انا بس تجربة. هذا تجربة سويناها وضبطت للمرة الثالثة يعني حرفيا تعبنا عليها. هاي اللحظة شوف هو عنده فذر فولينج صحيح؟ يب. فيعني لازم احفر جوا كلش. لا ما يحتاج تحفر جوا كلش، كلها سالفة تحط له 20 حبة تي ان تي وهذا وسلم لي. يلا الحين حط لك اللافا واطلع من ذا المكان. اوكي بزر باك لا توقع حقل اللافا. يلا لا سوي لك كفو. يلا هي يلا خل نفلت احسن ما تطيح بينا. تعال اطلع يصير خطأ ردستون يصير يطيح بين الجرافر نتورط. جاهز الفخ جاهز. الله وياك حبيبي يا اخي بس دي طب واهي مع السلامة. والله سلم لي حبيبي اوسي انا جدا اسف ولكن انت اللي بديتها، انت اللي فجرت بيت كرتون، احنا ما لنا علاقة. يا ريت بيتي فجر منطقتي. بس هذا خل اختبر شيء. لا شي تختبر عبيبي. كله شغال شوف كله شغال للأخير. كله شغال الله وياك حبيبي حبيبي أوسي مسكين شباب والله مسكين. يطب للسيارة يطب أول ما يطب يبلع له واحد فخ مرتب. انتقام يا سعد. الانتقام حبيبي الانتقام. نخلي هنا لك شي. يا اخي كافي خلاص هاي زلم لي من هسه. حتى ما يطلع من الالترا فهمت؟ ينحشر. يب ينحشر اصلا هو من يطيح ياكل دمج 3-4 قلوب. وحتى اذا انتر بالالترا صراحة ينضرب بالقاع. هاي راحت عليك ابو الاوس. هاي جيجي. ما حد يدري. ما حد شاف حبيبي. شباب مو تقولوا له بالتعليقات شباب مو تكتبوا له بقناتك كرتونة سوى لك فخ. واني ولا تكتبوا له امير شاري كرتونة بالجريمة. انا مالي علاقة. لا تكتبوا ليه شباب؟ هو مثل ما شفتوا خرب منطقتي كلها فجر كل شيء فانا لازم انتقم يعني لازم. هو انا ساعدت شوي الكرتونة لانه هو ذب براسي يعني فحقي انتقم. اي يعني هو خلاني اروح اهدد امير وامير ما له دخل يعني يريد يسوي فتنة بكل اختصار. فانا ساعدت شوي كرتونة اختبر الفخاخ
نعطيه شوي معلومات هاي فقط يعني شغلة بسيطة. يلا خلنا نطفر من هذا المكان نفلت. يلا يلا خلنا نفلت افلت يا كبير افلت افلت افلت. خلنا نشوف وين بس المكان حلو تدري برج مصطفى هذا لسه ما صور على الجديد. اوه بلوكات المانجروف يعني 100% شو اسمه مشتري من عندي. اوكي اوكي والله حلو. خلينا نروح نشيك شنو رايك؟ لا لا امشي امشي لاردار اتصل بيت ماتي. يلا 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 وش مسوي؟ مسوي جسر جسر كامل مسوي مكان كامل هاي شوف هذا البيت مدينة هذا البيت مدينة كاملة كلها. اوه اشتريته بيش اشتريته بيش بستاك دايموند والله حلو والله. الواحد يجي يصقر هنا بمنطقة ايبرا بيكون شي مرة بطل. واني لين بيتي تفجر فاشتريت هذا البيت مؤقت. والله حلوة حلوة حلوة. اوكي خلنا نشيك شوف شوف البيت بمساحة كبيرة ورهيب. اي بس شلون راح تأثثها يا اخي هذا تحسه مو بيت تحسه هيك فقط شكل من برا. اي بس حتى لو شوية اقدر استقر بيه اخلي غراضي لين بيتي متفجر كله منطقتي كلها متفجرة. يب ايبرا بس ما تدري عليه جزء يجي الدور على ايبرا يتفجر بيته ما تدري. يعني انا شباب شفت مصطفى مسوي ببيته هالخشب اللي عندي فخلي نروح نشيك هل من صدق مشتري او هو جمعه من مكان ثاني ما ادري امانه. خلي نروح نشيك يا شباب. اوه نقصان نقصان نقصان. حلوين 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 اكو اربع اكو اربع 100% اوكي 8 حبات دايموند زين زين بدايه حلوه بدايه حلوه 8 حبات دايموند كل زين خلي انضمن بالاندر تشيست تمام. نروح همينا المحل مال الجام باودر لان حرفيا همينا بالجام باودر يعني محترق السيرفر الايام كل كميه صارت مبيوعه و20 عبد دايموند جيب انا بالمور نحط لنا النص الاول بالاندر تشيست والنص الثاني تعرفون منو راح نودين نطين البرانكي اكيد شباب اكيد. او لا لا شباب هاي ظلمت الدنيا لازم لازم اثنين يناموا والله مشكله شباب. انا اذا يصير اي مشكل كذا منك منك اطلع من السيرفر على طول وبدون اي نقاش فما ادري وين راح اخلي لي اياهم الارباح رسميا. ايش كاتب هنا خلينا نكتب برانكي بيز. طيب طيب ماكو صندوق برانكي. لا لا شباب خطر. اوكي بعدين نطيه يا شباب المره القادمه مره قادمه بنطيه الارباح تمام. انا يا اخوان اكتشفت شيء غريب صاير بالمكان السري مالتي انه هو صاير معدل شلون ما ادري يعني والله العظيم اني تذكرت كنت مخربه شوي بس يعني هذا دليل على انه اكو واحد دخل لي البيتي. من هذا الشخص ما ادري امانه. خلي نروح نشيك ونشوف ايش صاير. اوكي اريد لنا درج هاي الولد ماكو درج. اوكي دقيقه خلي نشوف هاي موجود استكات عندنا كل الزين انصنع لنا كميه زينه مال درج هاي 12 حبه كل الزين اي ثينك. يبي 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 خلينا نحط لنا مثلا حبه هنا حبه هنا حبه هنا نكمل نصعد اللي فوق. حلوين حلوين كمل كمل ابو المور كمل. اوكي هنا ما يندي انه احنا نحط لنا لان اكو سلابايه خلينا نكسرها خلينا نكسرها نحط لنا بلوكه طبيعيه. اكو واحد جاي لهذا المكان. ابو 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 شنو برق برق صوت برق شباب يا اخي توني نمت ورب الكعبة توني نمت شباب يا اخي والله العظيم الدنيا صارت خطر هنا ورب الكعبة صارت جدا خطر 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 علينا الله يسترنا. لا 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 تشكو جاي يصير. اوكي نحط لنا حبة درجة هنا. اوكي اسكلتن برا يا اخي والله توني نمت ورب الكعبة توني نمت هاي ليش ليش كده جاي تنطر الدنيا اريد اخلي لي اسم بغرفة المشتركين وهاي يعني الفيديو ليش كده حياتي شباب يعني ليش ابقى خايف ويجي كله بباد السيرفر الغريب. طيب هاي يا شباب خلي نروح نختار لنا اسم وهاي تمام خلي نشوف. اه بالمناسبة شباب اللي يريد يدخل ويانا الى غرفة المشتركين الشغلة جدا بسيطة فقط ضغط لايك اشترك بالقناة فعل جرس الاشعارات كتب لنا تعليق جميل وبالحلقة الجاية راح تلاقون اسمكم بغرفة المشتركين. اوكي ولازم همينة تتابعونا تنزلون تحت بالوصف راح تلاقون رابط ديسكورد دخلوا على الرابط وهاي بعد. والشخص اللي راح يدخل ويانا الى غرفة المشتركين اللي هو DB900 مبروك حبيبي DB دخلت ويانا الى غرفة المشتركين وهاي تقريبا قربت تنترس حرفيا هاي الغرفة كاملة. فوالله العظيم اني شوي خايف شباب على حالي وشوي خايف مثل ما قلت لكم الدنيا هنا مشتعلة شوي فخلي ارجع على طول وعلى السريع. والله برق بكل مكان يعني حرفيا الليل يطول هنا بالحياة صعبة صارت رسميا يعني مثل ما قال مرتضى الحياة رسميا صعبة. فخلي ننزل شباب وكالعادة راح نطلع من السيرفر قدامكم انا كل شيء ما راح اسوي شباب. اوكي خلينا ننزل اول اول الدمج شباب احنا مو ناقصين مو ناقصين. اوكي كالعاده خلينا نرجع لهذا المكان الجميل نسد على حالنا وبس. هاي يا شباب هنا وصلنا الى نهايه الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات واطلع ابو المر من السيرفر على طول مع السلامه.